اوعى تفتكروا ان عمليات الجفون او عمليات تجميل العيون بقت رفاهيه. ابدا، ده بعض الاحيان ممكن يجي لنا طفل صغير، الطفل دوت عنده جفن ساقط واهله بيقول الحقنا يا دكتور احمد في تنمر على ابننا في المدرسه، ولد مش عايز يروح مدرسه من كتر ما اصحابه بيغلسوا عليه. رفع الجفن هنا ما بقاش حاجة تجميلية، لا ده حاجة عشان ساعد الولد ده يسترجع ثقته بنفسه. في نفس الوقت لو احنا سيبنا الطفل ده وعنده سقوط في الجفن، ده ممكن يمنع ان النظر يوصل للشبكية كويس، يعني يحصل ايه؟ يحصل كسل العين. وكمان الكبير في السن ممكن يجي يقول لي انا مش شايف كويس، وفاجأ بمنتهى البساطة ان هو عنده حاجة غريبة جدا، ان هو جفنه ساقط وده حاجة علاجها بقت سهلة وبسيطة. او بيجي لنا مثلا مريض عنده مشكلة تانية، يجي لي مريض ولسه كان عندي فعلا مريض امبارح بيقول لي انا عيني بتدمع على طول وبقاله سنتين بيتعالج بقطرات، ان هو عنده حساسيه وعنده مشاكل في الجفون، ومنتهى البساطه ما حدش اخد باله ان هو عنده مشكله في جفون العين وعنده انسداد في القنوات الدمعيه، مع ان الولد بقاله سنتين بيلف على الدكاتره بياخد علاجات كتيره جدا وفاكر ان عنده التهاب، وقال له انت عندك التهاب وحساسيه مزمنه، هو بمنتهى البساطه عنده ايه؟ قنوات الدمعيه مقفوله. اذا علاج الجفون وعلاج القنوات الدمعيه بقت حاجات مهمه جدا بتؤدي لنتائج ممتازه، ونوصل الولد ده لحياه طبيعيه باذن الله تعالى.